الأمن السيبرالي وأمن المعلومات بحضور الأستاذ الدكتور محمود عبد العاطي أبو حسوب، البروفيسور أستاذ دكتور غادة عامر. وإليكم الآن كلمة الدكتورة ميادة سيف الدين، مدير عام الأكاديمية الملكية للتدريب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال للتعاون الاقتصادي. اتفضلي يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عملكم خير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. تبارك الله العظيم. السيدات والسادة الحضور، أتقدم بخالص الشكر والتقدير بنفسي وصفتي من قبل الأكاديمية الملكية للتدريب، عضو الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومؤسسة رجال الأعمال العربي للتعاون الاقتصادي المشهرة بوزارة التجارة والائتمان. كما أتقدم بخالص الامتنان للسادة الحضور والمحاضرين بالسالون الشهري باسم صوت العلم والعلماء بعنوان اليوم الأمن السيبراني وأمن المعلومات. كما أتوجه بخالص الشكر للدكتور محمود أبو حسوب والدكتورة البروفيسور غادة عامر الذين شاركوا اليوم لكي يفيدونا ويفيد الحضور من علمهم، ولم يبخلوا علينا بتقديم المشاركة التطوعية من خلال محاضرة قيمة تحث على نشر الوعي والتصويت للأمة العربية. كما أوجه التحية بمناسبة احتفال عيد الشرطة بشهر يناير 2023 للسيدة اللواء محمد بكري طرفان مساعد وزير الداخلية الأسبق، والسيدة اللواء أشرف عبد العال مساعد مدير أمن المعبرة الأسبق، وأهنئهم بعيد الشرطة وأشكرهم على مشاركتهم بصالتنا الشهري، وحفظ الله مصر شعبنا وماشي. تحياتي لكم. والآن كلمة المهندس علي عبد العزيز استشاري معماري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة على رسول الله. طبعا أنا كنت محضر كلمة كبيرة بس الكلمات ضاعت مني في وجود السادة أصحابي المعالي اللواءات والمهندسين والقادات الموجودة. كلكم أعتزوا بكم جميعا، كلكم أصدقاء أو أصدقاء أصدقاء تجمعني بكم زمانة أو صداقة أو محبة. أنا مش محتاج إن أنا أرحب بحد لأنكم أنتوا أصحاب المكان، بس عايز هبدأ بحاجة ربما أقولها في الآخر. بشكر الدكتورة ميادة إن هي كانت سبب في تجمعنا للجموع الجميلة اللي موجودة معانا دلوقتي، والمجهود الجبار اللي بذله المهندس زميلنا المهندس محمد تبراس عشان نقعد القعدة دي. والله أعجز عن الكلام في وجودكم، لأن أنا لو اتكلمت هاخد دقايق من وقت العلماء اللي احنا المفروض نسمعهم ومن وقتكم، لكن أنتوا كلكم جميعا عارفين مدى محبتكم عندي وقدركم عندي. وجودكم في الصالون ده شرف ربما لا أستحقه. بعض القيادات اللي موجودة كنت أتمنى إني ألتقط معاها صورة. أنا أتكلم بصراحة براحتي الآن، أنا موجود بالصورة. يشرفني صداقتكم ويشرفني وجودي معاكم، وانا محتاج اعرف نفسي مش اعرفكم، عشان كده انا مش هذكر اسماء. وانا متشكر جدا جدا لحضوركم وتقديركم لي، متشكر جدا جدا جدا.